Cette année, nous proposons une carte de formation du plan spécialisé. Cet atelier était occupé de plusieurs machines conventionnelles et comme le programme que nous avons déjà là, oui, c'est deux axes, il y a deux axes ici. Les opérations de levage. Quand démarrer là, les opérations finales, il y a les hedef mouch kadiri ou là quand l'entreprise, c'est l'entreprise. Je l'entreprise. Je bac science physique. Science physique, c'est toi. Ils sont en train de réaliser. Ça va? مهمة أكثر من 120 مليون ديال الدرهم فيه عدد كبير ديال التخصصات والهدف هو أنه الساكنة اللي كاينة هنا ولاد المنطقة أنهم يستفدوا من هذه التكوينات لا سيما أنه كاين هنالك مناطق صناعية مهمة كتطلب اليد العاملة الشابة في هذه المنطقة. الجميل في الأمر هو أنه كاين طاقات شابة نسائية كاين هنا البنتات وكاين الوليدات كاين لانتيرنا داخلية اللي كتلعب كذلك واحد الدور من أجل إيواء هاد المتدربات والمتدربين. التحدي اللي عندنا اليوم هو بالإضافة إلى التكوينات اللي كاين عندها مستوى ديال التقني المتخصص أننا نشوفوا كيفاش يمكننا نشوفوا تكوينات بالنسبة للمجال ديال التأهيل. علاش؟ لأن واحد العدد ديال الشباب ربما ما عندهمش هذاك الباك أو ما عندهمش هذاك الباك سيانتيفيك باش يقدروا يولجوا لهاد التكوينات العالية الجودة. وعلى أي حال فالمجهودات هي مستمرة وهذه لبنة من اللبنات اللي سيدنا الله ينصره ديما توصي بها بالنسبة للشباب ديالنا وبالنسبة للمناطق اللي ماشي بالضروري كتكون مناطق فيها واحد التركيز حضاري كبير وهذه كذلك كتعطي الأمل واحد العدد كبير ديال الشباب. وانتم شفتوا الطاقة ديال 400 ديال المتدربات والمتدربين تقريبا جوج ديال الهكتارات عدد كبير ديال التجهيزات ولا سيما في مجال اللوجيستيك اللي عندها واحد الكلفه ماليه كبيره وكبيره جدا. والحضور اليوم ديال رؤساء المقاولات اللي هما اللي كيخدموا هاد الناس هو اكبر دليل على ان التكوين اللي عندنا في مجال التكوين المهني بفضل السياسه ديال سيدنا الله ينصرو هو تكوين ذو جوده وهو مطلوب في سوق الشغل. بلوغديسيبلينير دو ميتيي دو لا لوجيستيك دو لاندستري. اخترت لا لوجيستيك حيت كنشوف عندها افاق كبيره في سوق الشغل وانه هنا في جهه ديال طنجه تطوى الحسيمه فتحوا بزاف ديال الشركات اللي غادي يخليونا اننا ننضموا لهاد الشركات هادو ونبينوا بلي انه المراه قادره تعطي بزاف في هذا المجال هذا. والهدف ديالي من هاد الشيء هذا كامل انني نحقق الحلم ديالي ونفرح الوالدين ديالي ونبرز الوجود ديالي في المجتمع. سميتي عادل، جاي دومين ديال الجيني ميكانيك، تنعشق هاد المهنة وتنبغيها وعندها مستقبل عندها مستقبل كبير في العوالم الجديدة ديال الماجين، وعندها بزاف ديال الماشين متطورة ومتقدمة أوتوماتيكية وكاين شي حاجة وعندها مستقبل إن شاء الله، زدت حسب تنبغيها وعندها مستقبل كبير في العالم، جيني ميكانيك وعندها دور كبير والعالم كامل غادي في الميكانيك. عامين ان شاء الله ندوزوها بخير. كاين عندنا العام الثاني تخصص ميثود العام الثاني. هادشي اللي تيخاولنا هادشي اللي تيخاولنا باش ندخل عالم الشغل.
هذا ايتابليسمون هذا الشركات بزاف لا زونات وكاين بزاف ديال المصانع ديال الميكانيك. حنا عندنا مستقبل ان شاء الله باش اليوم راه حنا في هذه مناسبه كان الافتتاح ديال واحد جوج المؤسسات اللي غادي يتزادوا العرض التكويني ديال الجهه من الواحد معهد ديال المختص في المهن ديال اللوجيستيك والصناعه اللي هو حتى نتوجهوا به لهنا اللي بواحد الطاقه استيعابيه 412 ومعهد اللي كاين في مرتين المعهد اللي مختص في المهن ديال الاشغال العموميه البناء والاشغال العموميه دونك اللي توا بواحد الطاقه استيعابيه ديال 820 اللي هما تيجيو تيعزوا هذه الطاقه استيعابيه ديال الجهه واللي فيهم واحد المهن اللي هي مهن واحده واللي هي كتلائم مع متطلبات ديال الشغل. وهذا المعهد هذا اللي حنايا فيه المعهد ديال هذا المعهد دار بشراكه مع مهنيين مختصين في الميدان ودار على اساس القرب من لي زون ديال الطاك ومن رونو ومن طنجة ميد هي بغداد في معهد متعدد الاختصاصات في مهن اللوجيستيك والصناعة اللي في حصن جرة. تيعجبني تخوتنا هذا الميدان هذا حيت كنفضلو كيعجبني ومتاح في سوق الشغل وعاد خصوصا جا في واحد الجهة اللي منطقة صناعية معروفة بشرافات وهي واحد مكان اللي معروف بالأعمال بزاف د الحاجات اللي بغيتي كتجبرو هنايا في هاد المنطقة هاد. واحسن اختيار بالنسبه لي هو باش عملت هذا الميدانات. اذا اليوم حضرنا التشيم ديال المركز ديال التكوين المهني اللي هو واحد المركز كبير تبارك الله وجا في وقته لان كما تعلمون الصناعه ديال السيارات رجعت جد متطوره في الجهه ديالنا وطبعا المناطق اللوجستيه حتى هي كذلك بدات كتخلق بزاف ديال هذا. دونك حنا كجمعيه وكجامعه ديال النقد الطرقي بغينا نساهموا في التطوير ديال هذه الخدمات بما في ذلك احتضان هاد المتخرجين نساعدهم في التداريب وطبعا نحاولوا نساعدهم في الاندماج في هذا في الشغل. هذا هو السبيسياليزاسيون ديال